تعبان يا المحلات كلها بسبب كنت على 11 من قلت الشغل السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي وكالة سبق 24 في هذه الجولة الصباحية. هذه الجولة استثنائية من مدينة خان يونس، هذه الجولة أصحابكم فيها مع العم أبو محمد أحد مهندسي الصحة في هذه المدينة، هذه الفئة التي تحافظ على جمال ورونق المدينة وتخرجها بالشكل الحضاري الذي يليق بتضحيات أهل هذه المدينة. سنذهب مع العم أبو محمد للحديث أكثر عن طبيعة العمل وساعات هذا العمل وهذا العمل الصعب ولربما الزهيد في الأجر الدنيوي، لكن الأجر كبير يوم القيامة بإذن الله. الآن سنذهب مع العم أبو محمد ليعني نتعرف أكثر على تفاصيل هذه القصة وهذه الفئة الجميلة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير. كونوا معنا. يعني السلام عليكم، يعطيك العافية أبو محمد. يسعد صباحك. السلام. كيف الشغل؟ مريح الشغل. بدي تحكي لي عن طبيعة عملك اليوم. والله مريح الشغل بس الوضع تعبان. لا كيف بتطلع من الصبح من متى؟ كيف نطلع؟ والله بنطلع بدري احنا. بنطلع بدري وبروح يمكن 10:30 11 الظهر. هو الشغل. ومرات بنخلص وبنروح مرات مش كل الوقت واحد. طيب عم ابو محمد انتم يعني ذا قيمة كبيرة في مجتمعنا. ايوه. هل انت راضي عن هذه الوظيفه؟ هل انت راضي عن نفسك كونك اليوم يعني تظهر الوجه الحضاري والجميل لمدينتك؟ ايوه. اذا باش بدنا نسوي ايش نسوي يعني؟ احنا ملاقيين احسن منها. هذا هو يعني ملاقيين شغل وخلناها. يعني ايش بدنا نسوي زينا زي غيرنا. انت مبسوط في هذا؟ يعني الحمد لله. الحمد لله. كيف الامور ماشيه معك؟ والله يعني الامور ماشيه يعني والوقت تعبان. والرواتب يعني زايده. كم بتتقاضى منها؟ والله مرات 50 ومرات 40 مش واحد. 50 ايش؟ يا 50 ايش؟ في المية. 50%. انا مش وقت الوقت يا عم، هو البلدية تجيها ميزانية تجيها اشي عواها. سؤال يمكن لربما يزعجك قليلا لكن اعتذر، هل تشعر انه هناك بعض المواطنين بتنمروا عليك لانك موظف في يعني قسم النظافة؟ لا لا فش منه. فش منه. فش كيف منه. معاملة الناس؟ لا كويسة معي الناس. لا كويسة. بركة. الله يبارك فيك. كيف الوضع بشكل عام؟ والله الحمد لله. يعني الناس كلها كويسين وبحبوني وأنا بحبهم وماخذين علي وأنا ماخذ عليهم، بضحكوا معي وبضحك معهم. الله عليك. من متى أنت في هذه الوظيفة؟ والله زمان اللي فيها. من تقريبا يعني كم سنة؟ والله يمكن بقي لها 10 سنين 15 سنة. عمر. يعني زمان يعني كونت علاقات وطيده مع اهل المنطقه. ايوه هذا من واحد يقول له خذ كيس وانا مروح باخذه بخلوش هذا باخذه بكبه مش اخليه يقول المسؤول ارجع له باخذه وبمشي دغري. جميل. هذه القصه كلها. كم موظف تقريبا انتم في منطقه في مدينه خان يونس؟ والله كثير فيها. كلهم مثلك في نفس الاوضاع الماديه لربما. في وفي وضعهم تعبان على السفر. كيف بتشوفوا معامله البلديه لكم يعني الكادر البلدي المعامله الاداريه والعمل؟ الموظفين البلديه اللي داخليين لا كويسين معانا هم. لا كويسين. كويسين يعني بقصروش معانا حرام. هم الحين مش عندنا حرام. الواحد يحكي الصحيح يعني هم كويسين معانا. يعني انت مبسوط؟ والله الحمد لله. اقول لك لا الحمد لله. الله يعافيك. بس الوضع تعبان. لو يتحسن الوضع بصير 100%. هذه القصه. كم ولد عندك؟ والله عندي 3 اولاد وثلاث بنات. متزوجين؟ والله بركه معها الدنيا بركه. ايش بدنا نسوي؟ متزوجين الاولاد ولا لا؟ صغار والله. في واحد بده يخش الجامعه. ربنا يفرحك عليهم يا رب جميعا. نعم مشاهدينا الكرام، هذا هو الوجه المشرق لهذه المدينة. العم أبو محمد يعمل منذ قرابة 10 سنوات في هذه المهنة. قرابة 10 سنوات في هذه المهنة.
كما يقول يعني، وكما يعني يظهر المشهد أنه وطد علاقته بجميع المواطنين هنا. الكل يحب العم أبو محمد بالابتسامة الجميلة وبالتواضع البسيط، وبعمله وبكده هنا في شوارع مدينة خان يونس يظهر الوجه المشرق لهذه المدينة التي يعني يجب علينا أن نكن لهذه الفئة كل الاحترام والتقدير. هم ليسوا عمال نظافة، إنما هم مهندسو صحة يبعدون القاذورات والأوبئة عن المدينة. العم أبو محمد يقول يعني بالرغم من الأجر الزهيد الذين يعني الذي يتقاضونه في هذا العمل، لكنهم راضون عن هذه الوظيفة كون الأوضاع يعني في قطاع غزة صعبة ولا يوجد بديل عن هذه الوظيفة. لكن العم أبو محمد يعمل بها منذ 10 سنوات. العم أبو محمد يعني صاحب علاقة طيبة بالجميع هنا، الجميع يحبه، يعمل بشغف ومحبة لهذه الوظيفة، ويعني لا يترك أي شيء كما يقول، ويعني لا يتواكل على زميل من الزملاء إذا كان هناك بعض الأشياء التي يجب عليه أن ينظفها في شارع هنا أو هناك. نتابع مع هذا المهندس الجميل والوجه المشرق لقسم النظافة في محافظة خان يونس. يعني كما نشاهد هذا بعد جولة العم أبو محمد فجرا، الفرق كبير، يعني يعمل بكل جهده وطاقته ليظهر الوجه الحسن للمدينة. الكل هنا يرحب بالعم أبو محمد، يبتسم في وجهه. عندما سألناه هل هناك أحد يتنمر عليك كونك مهندس صحة أو تعمل في قسم النظافة، يعني نفى ذلك قطعيا. الكل هنا يحب هؤلاء الموظفين. الثقافة السائدة يعني بفضل الله تغيرت عن السنوات الماضية. اليوم الكل يكن لهذه الفئة كل التقدير والاحترام. هم فئة بسيطة لكنها يعني عظيمة بالأجر وبالجهد الذي يقدمونه. ايش بتحكي للناس يا عم ابو محمد؟ ايش رسالتك للناس اليوم؟ يعني في كثير منهم يعني بيرموا القمامة هنا وهناك بشكل عشوائي. يعني زي هذا الشغل يعني ايش بدك تقول؟ وبنرجع عليه احنا يعني مرة الحين بناخذ هذا بنرجع كمان على 9 8 ونص بنرجع على الشوارع ثاني. كمان جولة. كمان جولة مش امكانية. عشان هذا نص بلد مش منطقة مزوية تقول يعني تسيبها وتمشي، لازم ترجع لها. بترجع لها، مش امكانية الا ترجع لها. يعني كما نسمع مشاهدينا يعني طبيعة العمل يخرجون منذ ساعات الفجر الأولى يعني بجولة لتنظيف القاذورات والأوساخ من مركز المدينة هنا، ثم يعودون مرة أخرى بجولة الساعة 9 بعد فتح المحلات ويعني تنظيف الشوارع بشكل كامل مرة أخرى. هذا هو العمل المتعب لهذه الفئة التي يعني ذات قيمة كبيرة في مجتمعنا، يجب علينا أن نساندها ونساعدها أيضا في وضع الأكياس القمامة في الأماكن المخصصة وعدم رميها عشوائيا كما في الصورة، حتى يعني نريح هذه الفئة التي تعمل صباح مساء من أجل أن تظهر الوجه الجميل والمشرق للمدينة. وأيضا هذه الفئة هي فئة وضعها الاقتصادي صعب جدا، يجب علينا أن نقدرها ونحترمها ونخفف عنها من أعباء كونهم يخرجون منذ ساعات الفجر الأولى وحتى آخر النهار يعني يأخذون لقمة العيش ويسترزقون ويعني يكونون أسرهم ويبنونها ويعيشون بشكل أفضل في ظل حياة صعبة في قطاع غزة هنا. كما نشاهد الفرق، يعني العم أبو محمد الله يعطيك العافية، فرق كبير قبل قليل والآن كما نشاهد الشارع. يعني يجب علينا أن نحترم هذه الفئة كثيرا، هي من أجل الفئات في
يعني البلدان، هم الذين يبنون الأمم، بدونهم تبقى المدن والدول بتخلف وبمظهر لا يليق بالدول والحضارات. شكرا لجميع المشاهدين، شكرا للعم أبو محمد، شكرا للعم أبو محمد. وينك يا أبو محمد؟ يعطينا هيك ابتسامة وسلام للمشاهدين. شكرا لأبو محمد، الله يعطيك العافية، ربنا يكرمك ويجزيك الخير. شكرا لجميع المتابعين، هذه هي جولتنا من محافظة خان يونس لهذا اليوم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.